بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد الحلقة رقم 34، واللي هنتكلم فيها على النجوم. ما المقصود بالنجوم؟ درس هام من دروس المفهوم الثاني في الوحدة الرابعة من علوم الصف الخامس. يلا نشوف النجوم هي إيه. كلنا لما ننظر إلى السماء ليلا نرى النجوم في السماء. طب ما مفهوم النجوم؟ النجوم هي أجرام سماوية عملاقة وتتكون من غازات شديدة الانفجار. طب ايه الغازات اللي موجودة جواها وبيتكون منها النجم؟ غاز الهيليوم وغاز الهيدروجين. غاز الهيليوم اللي بيملوا بيه البالونات بتاعة الأفراح، غاز الهيدروجين الغاز المكون للشمس. يبقى تعريف النجوم هي ايه؟ هي أجرام سماوية عملاقة تتكون من غازات شديدة الانفجار مثل الهيليوم والهيدروجين. طيب ده التعريف. عندما ننظر إلى السماء ليلا نرى إيه؟ آلاف من النجوم. طب اللي يدرس النجوم ويدرس طبيعتها وصفاتها تساعد على فهم مين؟ على فهم الكون الذي نعيش فيه. طب الشمس نجم أكبر النجوم؟ لا. أصغر نجم؟ لا. أمال الشمس إيه؟ نجم متوسط الحجم. معقولة يا مستر حامد؟ ده إحنا أكبر حاجة بنشوفها الشمس. أقول له فعلاً. أمال اللي بتقول عليها متوسط؟ لأن يا حبيبي في نجوم أكبر من الشمس. الله، أمال ما بشوفهاش ليه؟ لأنها بعيدة عن كوكب الأرض. وفي نجوم أخرى أصغر منها. آه، يعني في اللي أكبر من الشمس وفي اللي أصغر من الشمس؟ أيوه، علشان كده العلماء قالوا عليها إيه؟ نجم متوسط الحجم. ويجي لك عليها سؤال، علل علل ليه بتبدو لنا الشمس ما شاء الله انها اكبر من باقي النجوم؟ اشمعنى هي اللي بتبان كبيره قوي قوي قوي؟ لان الشمس اقرب النجوم الى كوكب الارض. يبقى اقرب نجم لكوكب الارض هو الشمس، وكل ما الحاجه كانت قريبه تبان كبيره. اديني مثال، هديك مثال ظريف قوي. تخيل ان انت قابلت مثلا محمد صلاح وسلمت عليه، نجم مصر العالمي، هتشوفه بحجمه الطبيعي، حجم البني ادم العادي. طب لو انت اتفرجت له على ماتش في الاستاد وكنت قاعد في استاد القاهره فوق، هتحس ان كل اللاعبين صغيرين. طب هم صغيرين كده؟ لا. امال اللي بنوا صغيرين؟ لان احنا اللي مكاننا عالي في الاستاد. يبقى كل ما كان الشيء قريب تشوفه على حقيقته، كل ما كنت بعيد يبقى تتخدع في الشيء ويبان لك صغير، صح ولا لا؟ يبقى لأن الشمس أقرب النجوم إلى كوكب الأرض. الشمس يا ولاد هي النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية، بينما النجوم الأخرى موجودة ولكن أبعد بكتير من الشمس. يبقى النجوم الأخرى بعيدة عن الشمس، لذلك الشمس هي النجم الوحيد في مجموعتنا الشمسية. الشمس ما شاء الله عليها لها قوة جاذبية كبيرة جداً. طب وده له اسباب يا مستر؟ اه، ليه؟ لان كتلتها ضخمه وحجمها كبير، زادت كتله الشمس وزاد حجم الشمس فتزداد قوه الجاذبيه. يبقى اللي كتلته كبيره وحجمه كبير يبقى عنده قوه تاثير وقوه جاذبيه كبيره جدا، ودي اجابه التعليل. تعالى ناخد عالمين من العلماء مهمين. العالم الاول اسمه العالم كوبرنيكوس. عمل ايه في القرن السادس عشر؟ من زمان. هو اول واحد اكد ان الشمس هي مركز مجموعتنا الشمسية. يبقى كوبرنيكوس في القرن السادس عشر اكد على ان الشمس هي مركز المجموعة الشمسية، وكلمة مركز يعني موجودة في النص والكواكب بتدور حواليها، لدرجة ان قوة جاذبية الشمس هي اللي بتخلي 8 كواكب تدور حول الايه؟ حول الشمس، ومن ضمنها كوكب الأرض اللي احنا بنعيش عليه. مش بس يا ولاد 8 كواكب دوارة، أمال ده أكتر من 200 قمر في حركة دوران مستمر حولها. سبحان الله. يبقى شوف قوة جاذبية الشمس قدرت تشد مين؟ 8 كواكب وأكتر من 200 قمر يدوروا دورة مستمرة حول الشمس، ومن ضمن الكواكب كوكبنا، كوكب الحياة، كوكب الأرض. طب يا ترى الشمس يا مستر حامد بتطلع لنا ايه؟ اقول له بتطلع لنا طاقة ضوئية وطاقة حرارية.
ادي اضاءه وحراره. طب يجي ولد يقول طب هو مين اللي ساعدها انها تطلع الضوء والحراره دي؟ هي جابت القدره دي منين؟ جابت الطاقه دي من التفاعلات النوويه. دي حته مهمه قوي يا ولاد. بيحصل جوه الشمس تفاعلات بين الانويه، بين الغازات اللي بتكون الشمس، اللي هم الهيليوم والايه والهيدروجين. يبقى انويه الهيليوم والهيدروجين يتفاعلوا مع بعض، فعشان كده اسمها التفاعلات النوويه. اول ما تحصل هذه التفاعلات تنتج طاقه، اللي هي بتجي لنا في صوره طاقه ضوئيه وطاقه حراريه. قلنا من لحظات العالم كوبرنيكوس هو اللي أكد على إن الشمس مركز المجموعة الشمسية. في عالم تاني شهير جدا وأكيد سمعت الاسم، أينشتاين، ألبرت أينشتاين، هو العالم اللي وضع معادلة لتفسير. فسر إيه بقى العالم ده؟ إزاي الشمس بتحول المادة إلى طاقة تصل مباشرة إلى كوكب الأرض. ده كلام كبير جدا مش لينا، أمال اللي لينا إيه؟ أعرف المعلومة بس. يقول لك من العالم اللي قدر يفسر إن الشمس بتحول المادة لطاقة؟ أقول له ألبرت أينشتاين. وبعض العلماء، شوف المعلومة دي غريبة جدا، تقول بعدها إيه؟ تقول بعدها سبحان الله ولا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بعض العلماء يا ولاد بيأكدهم، بص بص بص، إن عدد النجوم اللي في السماء أو في الفضاء، تخيل، بص بص انا اقول لك ايه، اكبر بكتير، مش اكبر وبس، اكبر بكتير من حبات الرمل اللي على كل شواطئ كوكب الارض. يا سبحان الله، معقوله عدد النجوم اللي في الفضاء اكبر من عدد حبات الرمال في كل شواطئ كوكب الارض، الكره الارضيه؟ عشان كده بقول لك ما لناش غير ان نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والعلماء بقى بيعملوا إيه؟ في حالة أبحاث مستمرة لدراسة، بيدرسوا إزاي الشمس بتقدر تنتج هذا الكم الهائل من الضوء والحرارة من الشمس اللي بتوصل لنا يوميا. قدرة الخالق والمولى عز وجل. شفت المعلومة المهمة اللي فاتت؟ على نختم بسؤال هسيبه لك. أمامنا مجموعة من الكلمات، صغير، متوسط، اكسجين، هيدروجين، هيليوم، تفاعلات. الشمس نجم ايه؟ الحجم سهله. تستمد الشمس الطاقه الناتجه من ايه؟ ايوه، تفاعلات النوويه بين الغازات لتنتج الطاقه الضوئيه والحراريه. تتكون النجوم من غازات شديده الانفجار. هما مين الغازين اللي بيكونوا النجوم؟ اكسجين وهيدروجين ولا هيدروجين وهيليوم؟ هسيبها لك. حدد العبارة غير الصحيحة من العبارات الآتية. دول كم عبارة؟ 4 عبارات. بيقول لك حدد منهم الغير صحيح. الشمس هي النجم الوحيد في النظام الشمسي. تتكون النجوم من غازات. الشمس نجم يقع بالقرب من الأرض. الشمس قريبة من الأرض. النجوم أجسام صلبة من صخور. النجوم تكون من صخور. مين في دول الغير صحيح؟ الشريحة قدامك، خدها سكرين شوت وبأكتب الإجابات في التعليقات يا مصطفى يا بركات. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم، ويتبقى درس وحيد فريد اسمه إيه؟ برضو على النجوم، الهدف من دراسة النجوم، ويخلص منهجنا منهج العلوم في الصف الخامس. شكرا يا أولاد، والسلام عليكم ورحمة الله.